من الحاجات الحلوة كمان ان احنا نلاقي شباب مصري بيحاول ان ينشر الجمال. العين زي ما بنعودها، يعني بنعود العين على الجمال دايما، هتشوف وهتبقى بتسعى ان هي تنشر الجمال، والعكس بالعكس، لما الواحد بيتعود على القبح يعني بيساعد وبينشر فيه. فعشان كده لما بنلاقي نموذج بيحاول ان هو يبقى عنده حاسه فنيه، بيبقى عنده دراسه مثلا للفن، فبتلاقي ان هم عشان محبي للفن فبيحاولوا ينشروه حواليهم، ويا ريت نلاقي العديد من النماذج ده. النهارده احنا معانا نموذج بنت وخطيبها، هما الاثنين دارسين فنون جميله، فقالوا ان احنا هنبتدي نجمل الاشياء حوالينا. هما مها جميل وخطيبها علي عبد الفتاح، هما من محافظة أسوان، وقرروا إن هما ينشروا البهجة في المحافظة، إن هما يروحوا يرسموا على أكشاك الكهرباء، وتحويل الأكشاك اللي بيبقى شكلها، وإحنا بنعدين دايما بنلاقي شكلها قبيح جدا، ومش يعني على الأقل شكلها مش شكل جمالي، لكن دي حولوها للوحات فنية زي ما إحنا شايفين كده، يعني حاجة فعلا جميلة جدا جدا. معانا مها جميل، صباح الخير يا مها، وتسلم بجد الايدين والفن الجميل، وشكرا طبعا على المبادره دي، ويا ريت نشوفها في كل مكان. قول لنا بقى، ابتديتي الموضوع ده ازاي؟ الفكره جات لك ازاي؟ امتى قررتوا ان انت وخطيبك تنزلوا؟ وده اكيد مجهود كبير، بس مجهود مشكور. مبدئيا ميرسي جدا يعني على الاهتمام بالفن كده. يعني احنا ابتدينا في الاول خالص الفكره بتاعتنا من اول ما كنا اولى كليه، ان احنا دايما بنحب نتطلع على كل حاجه جديده، واي حاجه اخر حاجه يعني الفنانين في العالم وصلوا لها. فيعني اخذنا الفكره دي من بره مصر. مين صاحب الفكره، انت ولا علي خطيب؟ لا، علي هو صاحب الفكره. هو شاف فيا ان انا بحب ارسم على مساحات كبيره، عشان عندنا في الكليه لوح يعني صغيره، ومشروع التخرج يعني اكبر حاجه مثلا 2 متر. فانا مش بيكفيني كمساحه زي دي، ويعني انا معروفه عني ان انا سريعه وبحب المساحات الكبيره. فقال لي خلاص ممكن تجربي ان انت تنزلي في الاجازه وترسمي يعني في الشارع وكده، لو ينفع. ردود الافعال اللي كنت بتلاقيها وانت بتشتغلي، وبعد كمان ما تخلصي بقى شغلك والناس يبداوا يشوفوا كشك الكهرباء ده اتحول ل يعني قطعه فنيه جميله، كانوا بيقولوا لك ايه؟ هو طبعا في البدايه الناس بتعترض، يعني انت ازاي ممكن تكهربي، ممكن يحصل حاجه. فيعني بنحاول نعمل دواعي الامنيه مع مجلس المدينه ان هي تمام الكشك. يعني انتوا بتعملوا تنسيق الاول مع مجلس المدينه؟ اه طبعا. ما بننزلش نرسم في الشارع كده وخلاص، لا، لازم يبقى فيه تامين وكده. بس انتوا ما عملتوش ده في اسوان بس يا مها، مش كده؟ انتوا خرجتوا كمان في عدد من المحافظات المجاوره حواليكم. ايه هي بقى؟ يعني احنا رحنا القصير من ناحيه البحر الاحمر، ورحنا الخط اللي هو الخط الصعيد كله، نزلنا سوهاج، ونزلنا انتوا الاثنين بس، يعني انت وخطيبك بس؟ انا وعلي بننزل، وكل بلد بنروحها بنشوف اي حد متطوع عايز يجي يشارك معانا بحيث نجمل البلد بتاعته او المنطقه. وجمعتوا فعلا متطوعين وفنانين تانيين؟ فعلا في قد ايه يطلعوا لنا وكده، يعني كل بلد مثلا مش اقل من 20 فنان او مبتدئ. يعني المواد الخام بقى اللي بتشتغلوا فيها، بيجيبوا مواد الخام منين؟ التكاليف بتاعتها ازاي؟ في حد بيساعدكم؟ نقطه التكاليف يعني بتتقسم على حسب، يعني مثلا كل مثلا حي معين حابين هم يكلفوا بالمنطقه بتاعتهم، يا اما بيجمعوا كلهم بيعملوا تبرعات مع بعض بحيث نجيبوا الخامات، او مجلس المدينه بتشارك، او المحافظه، او احنا مثلا فضلت شويه. طب ولوحه زي اللي احنا شايفينها كده بتاخد منك قد ايه؟ يعني لو كشك مثلا بياخد معاه مثلا ممكن 7 ساعات. لا ده انت ما شاء الله سريعه جدا، ربنا ربنا يكرمك يا رب. عايزين مصر كلها لوح كده والله يا مهش. يعني يا ريت والله ينفعك. شكرا جدا ليكي ولعلي بالتاكيد خطيبك مها جميل وعلي عبد الفتاح، وعايزين نلاقي نماذج كتير من النماذج الحلوه دي. بس اوصيكم ونفسي بالتاكيد ان احنا نحافظ على الجمال، حافظوا على الجمال، لان للاسف وبرده يعني دي حاجه ناخد بالنا بس منها، لان الواحد بيلاقي اكشاك زي دي مرسومه وفجاه رقم كشك الكهرباء مكتوب بقى بالخط العريض ويقوموا مبوظين. ممكن على فكره نحطه بشكل جمالي ومبوظ اللوحه
ونكتب برقم كشك الكهرباء من غير ما ابوظ المجهودات واللوح الجماليه دي. يعني اظن مش المفروض نكتب على الحيطه في الشارع يعني احنا. لا لا ده انا بتكلم على المؤسسه نفسها بيبقى كل رقم كشك الكهرباء بيبقى يعني الموجود. احنا بنشوف السور مثلا يبقى لسه مدهون وجميل وتلاقي حد كاتب رقم الونش او مدرس خصوصي كاتب رقم يعني يا جماعه دي سلوكيات مش المفروض ان احنا نتجاوب معاها. الجو وحش الرياضيات ده كتير وعملاق الفيزياء وحاجات كده غريبه يعني. فمهم ان احنا فعلا نحافظ على الجمال، دي بلدنا في الاخر فمحدش هيحافظ عليها غيرنا اكيد.